مشاهدينا، أظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تداولها الناشطون وهي تشكل طوابير أمام محطات الوقود في بغداد، ويخشى عدد كبير من المواطنين وجود بوادر أزمة وقود جديدة في العاصمة. خلونا نشوف الصور لازدحامات أو ازدحام السيارات والطوابير على الوقود. أكيد نأخذ التعليقات ونشوف آراء الناس على السوشيال ميديا، شنو على هذا الخبر أو الأحداث اللي دا تصير بالشارع العراقي. التعليقات، أول تعليق على الفيسبوك: اشتغلونا أزمات، أزمة بنزين والكهرباء اليوم كل ماكو، وبعد الله اللي يعلم. ومستمرين بأخذ التعليقات: بغداد والبصرة وأزمة متعمدة، بعض المحطات أوقفت المضخات والعمل على مضخة واحدة. كان هذا التعليق من أبو شمس على الفيسبوك. وأيضا تعليق آخر، تعليق آخر على الفيسبوك: تعمد بإذلال المواطن، وإلا ما الذي تغير؟ كان البنزين حتى قبل أسبوع متوفر وفائض عن الحاجة، هل تضاعف عدد السيارات خلال أسبوع؟